السادسة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بكم. أهلا إيمان. أهلا بك كريم. البداية بأبرز العناوين. اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلية ليلة للرد على هجوم إيران، وطهران تحذر من استهداف مصالحها. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة في غزة وسط اتهامات أممية لإسرائيل بعرقلة دخول المساعدات. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في حزب الله بغارة جوية على جنوب لبنان. البداية مع التوترات الإسرائيلية الإيرانية. اللهم ارفع درجاتها. ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن مجلس الحرب سيجتمع اليوم لمناقشة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني. وتعد هذه المرة الثالثة التي تجتمع فيها المجموعة المعنية باتخاذ القرارات منذ أن أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل. يأتي هذا في حين أعلن جيش الاحتلال إجراء القيادة الشمالية تدريبات ميدانية تشمل خططا للرد على أي سيناريوهات محتملة قد تتضمن أسلحتين اللبنانية والسورية في وقت واحد. هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القتال في قطاع غزة جزء من مواجهة تهديد أكبر تمثله إيران. هذا وأضاف نتنياهو أن إيران تقف خلف حركة حماس وحزب الله ومجموعات أخرى، لكن تل أبيب مصممة على الدفاع عن نفسها والانتصار في جميع الجبهات. من جانبه دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس دول العالم إلى ضرورة إيقاف إيران عن أفعالها قبل فوات الأوان. وأكد كاتس أنه بعث برسائل إلى 32 دولة وتحدث مع العشرات من وزراء الخارجية والشخصيات البارزة في العالم للمطالبة بفرض عقوبات على المشروع الصاروخي الإيراني. حالة من الارتباك تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد توجيه طهران ضربة عسكرية ضد أهداف داخل العمق الإسرائيلي باستخدام أكثر من 300 صاروخ ومسيرة. وتعمل الولايات المتحدة ومعها عدة دول أوروبية على إثناء إسرائيل عن الانتقام من الهجوم الإيراني وعدم القيام بأي عمل غير عقلاني يؤدي إلى التصعيد في الشرق الأوسط. إنه الجمر المستتر تحت الرماد فلا تكاد تشعر به، حال ينطبق على الوضع في الشرق الأوسط، فالأحداث ملتهبة بين إيران وإسرائيل، لا سيما بعد توجيه طهران ضربة عسكرية باستخدام أكثر من 300 صاروخ ومسيرة ضد أهداف داخل العمق الإسرائيلي، وتوعد تل أبيب برد قاس داخل الأراضي الإيرانية رداً على الضربة الإيرانية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هدد بالرد بشكل هائل وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام من إيران، موضحاً أن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على إيران. ولمنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط الملتهب في الأساس بفعل العدوان على غزة، تحاول الولايات المتحدة ومعها عدة دول أوروبية إثناء إسرائيل عن الانتقام من الهجوم الإيراني وعدم القيام بأي عمل غير عقلاني يؤدي إلى التصعيد ومن ثم الانفجار، إلا أن التصريحات الرسمية الإسرائيلية تعهدت بهجوم غير مسبوق على إيران.
وفي محاولة لإرضاء إسرائيل تبحث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران في الوقت الذي تحث فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدة دول غربية حكومة بنيامين نتنياهو على عدم التسرع في الرد على الهجوم الإيراني وسط مخاوف دولية من أن يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية. منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي أكد أن الرئيس الأمريكي لا يسعى إلى حرب ضد إيران، كما أوضح كيربي أن واشنطن لا تسعى لتوسيع وتعميق النزاع في منطقة الشرق الأوسط. وما بين التصعيد والتهدئة تشهد منطقة الشرق الأوسط أزمة جديدة تضاف إلى أزماتها الملتهبة منذ 7 أكتوبر الماضي وسط مساع إقليمية ودولية لمنع التصعيد في المنطقة حتى لا تتحول إلى ساحة حرب شاملة يدفع ثمنها العالم أجمع. حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن بلاده سترد على أي إجراء أو تحرك يستهدف مصالحها. هذا وقال رئيسي إن أقل عمل ضد المصالح الإيرانية سيقابل برد قاس وواسع النطاق. واعتبر الرئيس الإيراني أن الدعم الذي تقدمه الدول الغربية للاحتلال الإسرائيلي بسماح مزيد من التوتر في الشرق الأوسط يأتي ذلك غدا إعلان إسرائيل أنها سترد على الهجوم الذي تشنه طهران أو شنته بطائرات مسيرة وصواريخ عليها. أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده سترد على أي ضربات انتقامية إسرائيلية ردا على الهجوم الإيراني في 14 أبريل. وأضاف عبد اللهيان أن الرد الإيراني سيكون في ثوان وليس أياما. رجيم إسرائيل، لنفترض أن إسرائيل قبلت الرد الذي قمنا به باعتبارها طرفا يتصرف بعقلانية، فإن إيران لن تتخذ أي إجراء في هذه الحالة. ولكن إذا قررت إسرائيل اتخاذ ولو إجراء بسيطا ضد أرضنا وضد الشعب الإيراني ومصالح إيران، فإنها ستواجه بالتأكيد ردا حاسما وقاسيا، وهذا الرد لن يستغرق 12 أو 13 يوما، ولكنه سيكون في ثوان. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن المجلس يستعد للتصويت على 4 تدابير منفصلة لتقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا. وأكد جونسون أن المجلس سيصدر تشريعات تتضمن أيضا عقوبات إضافية على روسيا وإيران، مضيفا أن المشرعين يحاولون إدراج بنود تتعلق بتأمين الحدود الأمريكية. من جانبها أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين أنها تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد إيران خلال الأيام القادمة بعد هجومها على إسرائيل. وأشارت يالين إلى أن الوزارة قد تسعى إلى تقليص قدرة إيران على تصدير النفط، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لمواصلة عرقلة نشاط طهران المزعزع للاستقرار. وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية أن أفعال إيران تهدد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة. قال قائد البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر إن عمليات البعثة لم تتأثر بأول هجوم مباشر على الإطلاق تشنه إيران على إسرائيل. وأضاف قائد البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي أن البعثة بحاجة إلى سفن قتالية إضافية لحماية السفن التجارية التي تبحر عبر منطقة شاسعة. أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن إيران أبلغت الاتحاد بأنها سترد على إسرائيل قبل أيام من هجومها. ودعا بوريل جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما أشار إلى أنه لا أحد سيستفيد من اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط خاصة سكان قطاع غزة. يأتي ذلك في حين يعقد وزراء الخارجية الأوروبيون اجتماعا طارئا عبر تقنية الفيديو لمناقشة تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل. استدعت لشبونة اليوم السفير الإيراني لديها على خلفية احتجاز طهران سفينة في مضيق هرمز ترفع علم البرتغال
يوم السبت الماضي. وطالبت وزارة الخارجية البرتغالية إيران بالإفراج عن سفينة الحاويات المحتجزة لديها، وأكدت أنها تنتظر نتائج هذا الإجراء الرسمي ضد إيران وستقيم اتخاذ أي خطوات إضافية بناء على ذلك. وفي بيانها ذكرت الخارجية البرتغالية أنه تم التأكيد للسفر الإيراني أو للسفير الإيراني بإدانة لشبونة للهجوم الذي شنته طهران ضد إسرائيل. والآن مع تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. التدفق الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية لأهل غزة. كل مراد صغار وبنات صغار. حماس. غزة is becoming a graveyard. وقف إطلاق النار بغزة. And nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people. وصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال الساعات الماضية أغلبهم من الأطفال. ففي حي التفاح استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مركبات بوسط مدينة غزة. كما وصل طيران الاحتلال قصف مخيم النصيرات ما أسفر عن استشهاد 3 وجرح العشرات. كما قصفت مسيرات إسرائيلية مجموعة من النازحين قرب النصيرات ونسفت عددا من المنازل، بينما سقط 11 شهيدا معظمهم من الأطفال في استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين بمخيم المغازي. أعلنت الصحة الفلسطينية ارتكاب جيش الاحتلال 5 مجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 46 شهيدا و110 مصابين خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33,843 شهيدا وإلى 76,575 مصابا، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفينا شمدساني إن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي في جنيف أشارت المتحدثة باسم المفوضية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تدميرا واسع النطاق للبنية التحتية المدنية في القطاع. قال برنامج الأغذية العالمي إن التغلب على المجاعة في قطاع غزة يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول الجهات العاملة في المجال الإغاثي إلى مناطق أوسع. وأكد برنامج الأغذية العالمي أن العديد من الرضع والأطفال في شمال غزة استشهدوا بسبب الجفاف وسوء التغذية نتيجة لمنع القوات الإسرائيلية وصول فرق الإغاثة إليهم. بعث مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور بثلاث رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر مالطا ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسائل بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا وطلب مندوب فلسطين باتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال على جرائمها وممارسة الضغط لفرض امتثالها للقانون الدولي. ودعا رياض منصور المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وأكد ضرورة ضمان التدفق الفوري من دون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين في أنحاء القطاع ووقف التطهير العرقي للفلسطينيين.
أصدرت صحيفة نيويورك تايمز تعليمات للصحفيين الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتقييد استخدام مصطلحي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتجنب استخدام عبارة الأراضي المحتلة عند وصف الأراضي الفلسطينية وفقا لنسخة من تقريرها. وحسب ما أكد موقع The Interpist فإن الصحيفة طلبت من المراسلين عدم استخدام كلمة فلسطين إلا في حالات نادرة جدا، والابتعاد عن مصطلح مخيمات اللاجئين لوصف مناطق غزة التي استوطنها الفلسطينيون النازحون تاريخيا، وذلك رغم أن الأمم المتحدة تعترف بهذه المناطق كمخيمات للاجئين وتأوي مئات الآلاف من اللاجئين المسجلين. تشهد حكومة الحرب الإسرائيلية خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان السابق بيني غانتس وانعداما للثقة بينهم. وقال مراقبون إن انعدام الثقة بين نتنياهو وغانتس وغالانت بات واضحا للجميع، وأن إسرائيل باتت في بداية مرحلة خطيرة للغاية من الصراع الداخلي حول مقعد الحكومة. نتنياهو، غانتس وغالانت، ثلاثة أسماء أصبحوا محض غضب الكثير من الإسرائيليين بعد أن فشلوا على مدار أكثر من 190 يوماً في تحقيق الأهداف والتي أعلنت عنها إسرائيل قبل عدوانها على قطاع غزة، ما طرح تساؤلاً حول قدرتهم على إعادة ذويهم المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية وتحقيق النصر في غزة. الخلافات بين المسؤولين الثلاثة الكبار في حكومة الحرب الإسرائيلية ازدادت بصورة كبيرة وخرجت للعلن داخلياً وخارجياً، حيث أصبح الرأي العام الإسرائيلي منقسماً بشدة حول قدرة هذه الحكومة في الحفاظ على أمن إسرائيل. ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السابع، أصبحت الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والرئيس السابق لجيش الاحتلال بيني غانتس محط أنظار الكثيرين في الداخل الإسرائيلي وداخل أروقة السياسة في واشنطن، حيث يختلف الثلاثة على أهداف العدوان على غزة، وهي القضاء على حماس وتحرير المحتجزين ومستقبل القطاع ما بعد الحرب. كان الهجوم الإيراني مسماراً جديداً في الخلاف بين المسؤولين الثلاثة الكبار في حكومة الحرب الإسرائيلية، حيث يتعين عليهم اتخاذ أحد أكبر القرارات التي واجهتها البلاد على الإطلاق، ألا وهو كيفية الرد على أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، إلى أن الانقسامات بينهم حالت دون ذلك حتى الآن. مراقبون يرون أن انعدام الثقة بين نتنياهو وغانتس وغالانت بات واضحاً للجميع، وأن إسرائيل باتت في بداية مرحلة خطيرة للغاية من الصراع الداخلي حول مقعد الحكومة. تصدع جديد يواجه الحكومة الإسرائيلية وخلافة قوية داخل حكومة الحرب أصبحت ظاهرة على السطح في ظل مظاهرات يومية لآلاف الإسرائيليين تطالب بإقالة نتنياهو وحكومته وسرعة تشكيل حكومة جديدة من أجل إنقاذ البلاد. للمزيد من التحليل ننتقل الآن إلى الزميلة آية لطفي. إليك آية. شكرا إيمان، شكرا كريم، أهلا بحضراتكم. الآن ينضم إلينا من القدس المحتلة أحمد الصفدي الكاتب الصحفي. سيد أحمد أهلا وسهلا بك معنا بعد كل هذه الخلافات التي ذكرت في هذا التقرير، خلافات في الحكومة الإسرائيلية وداخل مجلس الحرب، هل ما يحدث الآن هو بداية لمرحلة جديدة وخطيرة؟ هل الانقسامات في الداخل الإسرائيلي هي بداية جديدة لهذا الخطر؟ تحياتي لك زميلتي والجميع المشاهدين الكرام. هي امتداد للمرحلة السابقة والخلافات التراكمية بسبب الفشل التراكمي، لأننا تحت بند أن الانتصار يتبناه الجميع وله 100 أب، بينما الهزيمة والفشل هي يتيمة، ولذلك كل طرف يلقي باللائمة والمسؤولية على الطرف الآخر. منذ 7 أكتوبر والمستوى العسكري يلقي على المستوى السياسي والعكس صحيح، ومجلس الحرب يلقي على مجلس الحكومة والحكومة تلقي على الوزراء وهكذا الأمور. وكان أبرزها يوم أمس حينما قال أزينكوت في مجلس الحرب بأن أضعف الأعداء المقصود فيه في المحيط وفصائل المقاومة انتصروا عليهم ولم يستطيعوا أن يهزم الاحتلال، يستطيع أن يهزم فصائل المقاومة. وبالتالي يتضح هذا الخلاف ويعود ويرتد كل الضغوطات بعد أن عملوا إزاحة للملف الإيراني
تعود من جديد، وخاصة أن أهالي الأسرى غاضبون جدا على الحكومة اليمينية وعلى رأسها نتنياهو، ولا تقدم ولا تحقيق للأهداف. لذلك كل ما كان فيه خطأ وعدم نجاح في الأهداف كلما زادت. طيب سيد أحمد، هذا التخبط الذي تتحدث عنه هو موجود منذ اليوم الأول، ولكن هل التخبط والاختلاف حول الرد على إيران هو الذي زاد الأزمة تعقيدا الآن؟ كل الملفات أستاذي، موضوع عرقلة مفاوضات الأسرى وعدم اقتناص الفرصة نتنياهو العديد من المرات عرقلها. النقطة الثانية موضوع الرد على إيران، وقبل الرد على إيران موضوع استهداف السفارة بالأصل كمصدر دبلوماسي أو باسة دولية دبلوماسية مكفولة بالحقوق الدولية. فنتنياهو أراد أن يفتح معركة جديدة، توسيع المعركة في الضفة وإطلاق يد المستوطنين ليعتدوا ويحرقوا منازل الفلسطينيين، الاعتداء على المسجد الأقصى، توسيع الحرب على لبنان، وكل هذه الملفات تتشابك. وكما تحدثت حضرتك أهمها موضوع إيران، الرد والرد الآخر، هنالك خلافات على شكل الرد وكيفية الرد، ولماذا في الأصل استهداف السفارة الإيرانية، في خلاف عليها أيضا أستاذي. بخصوص الرد على إيران، ماذا تتوقع أنت أن يحدث، خصوصا أن هناك الكثير من التقارير والتحليلات التي تتحدث عن اختلاف في شكل الرد، وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تنصح إسرائيل بعدم الرد وعدم المشاركة في أي هجوم قد يحدث على إيران، فهل تصمت إسرائيل أم ماذا تتوقع حول هذه النقطة؟ عديد من المرات الإدارة الأمريكية نصحت إسرائيل، نصحتها في الحرب البرية، نصحتها بعدم التوغل في الغزة، نصحتها بعدم اللجوء إلى اقتحام رفح واجتياح رفح. إسرائيل تدير الظهر عادة، والنظرة الاستعلائية الإسرائيلية واضحة بأنها لا تقوى بعدم الرد، فمتوقع أن ترد وترد في العاصمة الإيرانية، تستهدف الحرس الثوري لأنها تقوم الآن سياسيا ودعائيا بشيطنة الحرس الثوري وتطالب بوضعها على قائمة الإرهاب. لذلك هذا مقدمة للرد واستهداف الحرس الثوري حسب اعتقادي. بعد هجوم إيران ربما خرجت أخبار تقول أنه سيتم تأجيل عملية رفح تحديدا، ماذا تتوقع كذلك حول هذا الأمر؟ تأجيل عملية لأنه نتنياهو يستعمل رفح كفزاعة وكمبرر لاستكمال المعارك وإطالة أمد المعركة حتى يتهرب من المحاسبة، طالما أن هنالك ملف آخر يقوم بهذا الدور وهو الرد والرد الآخر على إيران، هو يكمل معركة بجبهة أخرى، وبالتالي يضع رفح في جيبه كورقة أخيرة أستاذي، ولكن لا ينساها، لأنه إذا اجتاح رفح تنتهي المعركة مهما كانت نتائجها، سيعود إلى المحاسبة. لذلك هو وجد مناصي في موضوع الصفقة، في موضوع الاستهداف الإيراني، وسيعود إلى رفح بالتأكيد، هو يؤجلها فقط. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من القدس المحتلة أحمد الصفدي الكاتب الصحفي، شكرا لك على هذا التحليل. أعود مرة أخرى إلى كريم وإيمان لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة. شكرا لك آية. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية لسكان القطاع خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي. وشدد الرئيس المصري خلال استقبال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. والآن إلى تطورات دخول المساعدات عبر معبر رفح بين مصر وقطاع غزة. أفاد مراسلنا بأن عدد شاحنات المساعدات الإغاثية التي دخلت إلى قطاع غزة اليوم
عبر معبري رفح وكرم أبو سالم بلغت 213 شاحنة. وأضاف مراسلنا أن 40 شاحنة دخلت قطاع غزة من معبر رفح و173 أخرى من معبر كرم أبو سالم حتى الآن، كما أشار إلى دخول 4 شاحنات غاز من معبر رفح البري، كما استقبل المعبر 32 مصابا فلسطينيا و87 مرافقا. وللمزيد من التحليل والمتابعة نتحول إلى الزميلة آية لطفي. إليك آية. شكرا كريم وإيمان، أهلا بحضراتكم مرة أخرى. ينضم إلينا الآن من معبر رفح مراسل القاهرة الإخبارية محمد جمال. محمد، بعد التحية، ماذا عن حركة دخول المساعدات اليوم وكذلك دخول المصابين؟ نعم آية، على رأس كل ساعة يمكننا أن نحدث ما لدينا من أرقام حول عدد دخول الشاحنات التي تمر من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة أو حتى على مستوى استقبال معبر رفح للمصابين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء هذا العدوان. هذا بالطبع يعود للدور المصري الكبير الذي تلعبه مصر لضمان إنفاذ أكبر قدر لديها من المساعدات إلى سكان القطاع أو حتى على مستوى استقبال المصابين الفلسطينيين. فعدد الشاحنات التي مرت من الأراضي الفلسطينية إلى قطاع غزة منذ الصباح وحتى الآن بلغ 217 شاحنة، من بينها 4 شاحنات غاز. عبرت تلك الشاحنات من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، فيما يستمر الدور المصري لاستقبال المصابين وتقديم الخدمات الصحية العاجلة من إسعافات أولية وتشخيص هذه الحالات. عدد المصابين الذين تم استقبالهم منذ الصباح حتى الآن بلغ 32 مصابا، قدمت لهم الخدمات الصحية العاجلة وشخصت حالاتهم وتم توجيههم إلى مستشفيات بمحافظة سيناء، سواء على مستوى مستشفيات العريش أو بئر العبد أو الشيخ زويد. هؤلاء المصابون 32 رافقهم 87 مرافقا من ذويهم، استقبلتهم الدولة المصرية وسهلت عملية الدخول من خلال تسهيل الإجراءات، وقدمت لهم الخدمات الإنسانية العاجلة ووفرت لهم المساكن التي يقطنون فيها حتى يتماثل ذووهم من المصابين للشفاء. الدور المصري مستمر هنا في معبر رفح على مدار الساعة. هذا المعبر الذي لم يغلق أبوابه على مدار 6 أشهر الماضية، وهناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية باستمرار عمل المعبر، بل أن هذا المعبر الذي نقف أمامه الآن ظل يعمل على مدار أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وهناك جهود كبيرة من السلطات المحلية المصرية لضمان إنفاذ تلك المساعدات بشكل عاجل في الوقت الذي تلعب فيه إسرائيل دورا كبيرا وتبذل كثيرا من الجهد لتعطيل وعرقلة دخول تلك المساعدات أو على الأقل تقليل والحد من دخول تلك المساعدات. هنا أمام معبر رفح مرورا بالشيخ زويد وصولا إلى مدينة العريش نجد أعدادا كبيرة من الشاحنات التي تتراص في انتظار السماح بدخولها، لكن عرقلة كثيرة تتم هنا من سلطات الاحتلال سواء على مستوى الجانب الآخر من معبر رفح أو من خلال معبر كرم أبو سالم، وتحديدا على مستوى تدقيق هذه الشاحنات وعمليات التدقيق التي تمر بها الشاحنات قبل الدخول. هذا الموقف ما بين الجهود المبذولة من الجانب المصري وما بين العرقلة من الجانب الإسرائيلي يتابعها العالم أجمع. كانت هناك تصريحات على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالأمس، قال وقتها أن معبر رفح يعمل دورا ويبذل دورا كبيرا وجهدا كبيرا على مستوى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن لا بديل عن المعابر البرية على مستوى دخول تلك المساعدات، وأن الأمم المتحدة تبذل وتلعب دورا مهما في مسألة توزيع تلك المساعدات داخل سكان القطاع. وقال أن المساعدات المبذولة من الجانب المصري والتي تأتي على مستوى الأغذية أو الأدوية أو الوقود لها دور في انتشال هؤلاء الفلسطينيين من مجاعة أو من إبادة جماعية وفقا لتوصيف المجتمع الدولي ومجلس الأمن. هذه المساعدات التي تمثل منها المساعدات المصرية 87% من
الإجمالية مساعدات العالم ما يتجاوز 150,000 طن على مستوى الأغذية، وما يتجاوز 12,000 طن من المحروقات. هذه المحروقات بالطبع لها دور رئيس على مستوى سواء توليد الطاقة أو تشغيل الجانب المتبقي من المستشفيات التي لا تزال تعمل في قطاع غزة، خاصة وأن الاحتلال والعدوان الإسرائيلي قصف معظم تلك المستشفيات. نتحدث عن ما يقرب من 150 مؤسسة صحية تم قصفها من جانب الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة. لذا تحرص الدولة المصرية وتبذل كل الجهد المتاح لإنفاذ ما لديها من مساعدات من هنا من الأراضي المصرية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. إليك آية. نظل معك محمد على مدار اليوم لمعرفة كل ما هو جديد حول وصول أو دخول هذه الشاحنات، وكذلك وصول المزيد من المصابين عبر معبر رفح البري. شكرا لك محمد جمال مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من أمام معبر رفح. أعود مرة أخرى إلى كريم وإيمان لاستكمال هذه النشرة. شكرا لك آية. انطلقت المرحلة الثانية من القافلة السادسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. وتتضمن المرحلة الثانية أكثر من 126 شاحنة تحمل أكثر من 2400 طن من المواد الغذائية والإغاثية والطبية. تأتي تلك المساعدات في إطار الجهود المصرية للتخفيف من الحصار الذي فرضه جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. مراسلتنا سلسبيل سليم تطلعنا على المزيد من التفاصيل. هذه هي المرحلة الثانية من القافلة السادسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة تحمل الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية مقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من انتهاكات وأزمة إنسانية وقصف مستمر برا وبحرا وجوا، يعني وحصار تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. هذه المرحلة تشمل أكثر من 126 قاطرة محملة بأكثر من 2400 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية والمواد العلاجية، وأيضا هناك بطاطين ومياه وكثير من المستلزمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق بكثرة في تلك الأثناء. طبعا هي جهود كثيرة ودور ريادي لمصر تقوم به يعني منذ اللحظة الأولى لاندلاع هذه الحرب، سلسلة متواصلة من الجهود والمباحثات والمساعدات تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتضامنا مع القضية الفلسطينية. أيضا هذه القافلة يعني بمشاركة يعني مؤسسات وكيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وأيضا هذه المساعدات تسهم بشكل كبير في تخفيف من حدة الحصار وتخفيف من الأعباء الحرب التي يعاني منها هذا يعني الشعب حوالي أو أكثر من ستة أشهر بشكل متواصل وبشكل يعني ينتهك كل الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. إذن نحن بصدد هذه القافلة التي سوف تتحرك من طريق مصر إسماعيلية الصحراوي متجهة إلى العريش ثم إلى رفح ومن ثم إلى قطاع غزة. هذا المشهد نشاهده بشكل متكرر للدولة المصرية من تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني تضامنا ودعما مع القضية الفلسطينية. الآن إلى تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة. فجأة ما سمعنا الصاروخ، شفنا أشلاء، فإجا الثاني بده يسع فضربوا. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، كلهم فدى القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني بالطعام بعد البيوت، بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تكسير سيارات. أصف الشهيد بدمه.
عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد موجات العنف في الضفة الغربية بالتزامن مع الهجمات على قطاع غزة. وطالبت الأمم المتحدة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف الفوري عن مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا عسكريا بالاستيلاء على 64 ألف متر مربع من أراضي الفلسطينيين في منطقة البويرة شمال مدينة الخليل لإقامة مستوطنة سكنية وصناعية. هذا وحذر رئيس بلدية الخليل من هذا القرار الذي يعد تمهيدا لتهجير سكان البويرة البالغ عددهم 8000 شخص والاستيلاء على نحو 800 ألف متر مربع من الأراضي. وطلب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل والسريع لوقف هذا الانتهاك الصارخ والذي ينذر بانفجار الوضع في المنطقة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم طفل وأسرى سابقون خلال الساعات الماضية. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات قلقيلية والخليل وجنين. وأضافت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك أن قوات الاحتلال مستمرة في تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم. وأوضح البيان أيضا أن حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي بلغت أكثر من 8270، مشيرا إلى أن حملات الاعتقال تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال في إطار العقاب الجماعي للفلسطينيين. دعا البرلمان العربي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال الإسرائيلي للوقوف على الانتهاكات الجسيمة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخلها. وطالب البرلمان العربي في بيانه بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 أبريل من كل عام، طالب ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على الاحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال إسماعيل يوسف باز القيادي في قطاع الساحل بحزب الله اللبناني، وذلك في ضربة جوية نفذها في جنوب لبنان. أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له أن طائرة تابعة له قصفت وقامت بتصفية إسماعيل يوسف باز، مشيرا إلى أن هذا القيادي شارك في التخطيط لإطلاق قذائف وصواريخ مضادة للدبابات في اتجاه إسرائيل من المنطقة الساحلية في لبنان. أعلن حزب الله اللبناني استهدافه لعدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية على الحدود المشتركة بين البلدين. وذكر حزب الله أنه استهدف قاعدة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا وموقع السماقة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية. كما استهدف الحزب ثكنة زبدين في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. استضافت السفارة المصرية في لبنان اجتماعات موسعة لسفراء دول اللجنة الخماسية المعنية بالوضع في لبنان التي تضم سفراء كل من مصر والسعودية وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، وذلك ضمن جهود الخماسية من أجل مساعدة الفرقاء اللبنانيين في إنهاء أزمة الشغور الرئاسي المستمرة في لبنان منذ قرابة عام ونصف العام. وشارك في اجتماع اللجنة 4 كتل نيابية لبنانية، منهم أعضاء من تكتل التوافق الوطني ونواب عن تكتل التجدد ونواب عن كتلة التشناق ونواب عن قوى التغيير. أعلنت الدنمارك أنها ستغلق سفارتها في العراق في 31 من مايو القادم. وافتتحت الدنمارك بعثتها الدبلوماسية في بغداد رسميا في عام 2020 لدعم القيادة العسكرية الدنماركية والمساهمة في مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق.
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إن أي تصعيد للتوترات في ليبيا سوف يذكي الصراع بكامل المنطقة، مبديا قلقه من زيادة عمليات الخطف في ليبيا. كما أعرب باتيلي في كلماته أمام مجلس الأمن عن أسفه لإرجاء اجتماع المصالحة في ليبيا وحث كل الأطراف الليبية على تسوية الأزمة سلميا وعدم التصعيد. أحث كافة الأطراف المعنية على السعي تجاه تسوية سلمية للتوترات المتنامية، وذلك تفاديا لأي تصعيد إضافي، وإضافة إلى منطقة الزاوية التي تبقى مشتعلة، فقد ازدادت حدة التوترات في 18 من آذار مارس ما بين العناصر المسلحة في ما بين مجتمعات الزوارة المحلية ووزارة والوكالات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وكان هذا الخلاف يتمحور حول السيطرة على معبر راس جدير الحدودي إلى تونس، وإن الحكومة من حقها المشروع أن تفرض السيطرة على حدود ليبيا، إلى أن الحوار مع المجتمعات المحلية يبقى ضروريا لمعالجة المشاغل ومنع انتشار انطباع بالتحيز لجهة دون الأخرى. شهدت دولة الإمارات الطقس غير المستقر وأمطارا غزيرة ووصلت إلى حد السيول، وأدت السيول إلى غمر العديد من الشوارع بالمياه وتوقف حركة المرور في دبي، وأصدرت شرطة دبي تحذيرا للسلامة العامة لتنبيه السكان إلى الظروف الجوية السيئة. هذا وأعلن مطار دبي الدولي أنه سيحول مؤقتا مسار الرحلات الوافدة مساء الثلاثاء لحين تحسن الأحوال الجوية. أعلن قطاع البحث والإنقاذ بسلطنة عمان ارتفاع عدد الوفيات إلى 18 شخصا جراء سوء الأحوال الجوية. جاء ذلك بعد إعلان اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أنه تم العثور على شخصين من المفقودين الأربعة، وجاري البحث عن الآخرين. ارتفعت صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 9.61 مليار دولار مقابل 9.12 مليار دولار للربع المماثل من العام الماضي، ووفقا لبيانات رسمية. وتصدر مواد البناء القطاعات التصديرية بقيمة 1.958 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية. قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء، حيث تدعم قوة الاقتصاد الأمريكي الناتج العالمي على الرغم من استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات التوترات الجيوسياسية. هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنحو 3.2% لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023، وجاري تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1%، ويرجع ذلك إلى التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد الأمريكي. على الرغم من الأداء المتميز الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية، وجه صندوق النقد الدولي انتقادات مباشرة لصناع القرار في البلاد، قائلا إن هذا الأداء كان مدفوعا جزئيا بسياسة مالية غير مستدامة. وقال الصندوق في تقريره السنوي إن إسراف واشنطن في الإنفاق بالاستدانة يهدد بعودة ارتفاع التضخم وتقويض الاستقرار المالي طويل الأجل في جميع أنحاء العالم من خلال زيادة تكاليف التمويل العالمية. قال كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي بيير أوليفي إن اتساع الصراع بين إسرائيل وإيران من المرجح أن يؤدي إلى رفع أسعار الطاقة، وهو ما يدفع بدوره البنوك المركزية إلى تجديد السياسة النقدية
للسيطرة على التضخم. وأضاف أوليفي أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد يظهر زيادة 15% في أسعار النفط العالمية بسبب اتساع صراع الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن لتجنب هجمات البحر الأحمر من المرجح أن يزيد التضخم العالمي 0.7%. حذرت منظمة التجارة العالمية من أن الاقتصاد العالمي سيواجه مزيداً من التباطؤ هذا العام متأثراً بتراجع الاستثمار وحركة التجارة الضعيفة. وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن احتمال خفض أسعار الفائدة قد يخفف الضغوط على موازنات الحكومات والشركات، ودعت المنظمة إلى استراتيجيات متعددة الأطراف لإنعاش الاستثمار والتجارة ودعم التوظيف الكامل للموارد والتوزيع العادل للدخل لتحقيق نمو قوي. رياضيا، يستضيف برشلونة منافسه باريس سان جيرمان الليلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. كان فريق المدرب تشافي هرنانديز قد فاز في المباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وسيغيب عن برشلونة مدافعه أندرياس كريستيانسن الذي سجل هدف الفوز في مباراة الذهاب. على الجانب الآخر، عاد المغربي أشرف حكيمي لقائمة سان جيرمان استعدادا للمباراة بعد غيابه عن المباراة الأولى، وستتجه الأنظار إلى نجم باريس سان جيرمان كيليان امبابي الذي يعول عليه الفريق للفوز والتأهل لنصف النهائي. الجدير بالذكر أن امبابي سجل ثلاثة أهداف في آخر زيارة له لبرشلونة عام 2021. وفي مباراة أخرى بإياب ربع نهائي دوري الأبطال، يستضيف بروسيا دورتموند الألماني منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني، ويسعى الفريق الألماني لتخطي الهزيمة بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، وسيغيب عن دورتموند هدافه سباستيان هالر بسبب الإصابة، فيما قد يشارك جون سانشو في المباراة أساسيا. فيما وفي المقابل، يسعى فريق المدرب دييغو سيميوني للاستفادة من الفوز ذهابا لبلوغ نصف نهائي للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017. وفاز أتلتيكو في ثلاثة وخسر في اثنتين من آخر خمس مواجهات جمعته بدورتموند في دوري الأبطال. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة العين الإماراتي وضيفه الهلال السعودي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا. جاء التأجيل بسبب سوء الأحوال الجوية بالإمارات حاليا، وأكد الاتحاد في بيانه إقامة المباراة غدا على استاد هزاع بن زايد. تم إيقاد الشعلة الأولمبية على قمة جبل أولمبيا في اليونان مع التبقي 99 يوما على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس يوليو المقبل. وقامت الممثلة مريمين بإضرام النار في المشعل ويتلعب دور الكاهنة الكبرى. ستغادر الشعلة إلى مارسيليا بفرنسا في 8 مايو المقبل، وتستمر في مسيرة داخل فرنسا حتى حفل الافتتاح في 26 يوليو. تغلب اتحاد كلبلاء على ضيفه الوحدة بهدف من دون مقابل في الجولة 19 للدوري الإماراتي للمحترفين. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أندرياس فومبريجر في الدقيقة 43، وصعد اتحاد كلبلاء بهذا الفوز إلى المركز 9 في الدوري الإماراتي بـ20 نقطة من 19 مباراة، بينما ظل الوحدة رغم الهزيمة في المركز الرابع بـ34 نقطة. ننتقل إلى منافسات التنس، حيث ودع المصنف الأول عالميا سابقا النمساوي دومينيك تام الدور الأول من بطولة ميونخ المفتوحة للتنس، وخسر تام على يد اللاعب الإسباني المغمور أليخاندرو مورو بمجموعتين دون مقابل نتيجة 6-4 و6-4. سيلتقي مورو وكانوس في الدور الثاني بالمصنف الثالث للبطولة الأمريكية تايلور فريتز.
في نفس البطولة تأهل البريطانية جاك دريبر إلى الدور الثاني على حساب التشيكي فات كابريفا بمجموعتين لواحدة بواقع 6-1 و5-7 و6-4، وكان ذلك هو الفوز رقم 50 لدريبر خلال مسيرته في بطولات رابطة المحترفين. المنافس التالي للمصنف السادس دريبر سيكون صاحب الأرض رودولف مولكر من أجل مقعد في ربع نهائي. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذه تذكرة بالعناوين. اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي ليلة للرد على هجوم إيران، وطهران تحذر من استهداف مصالحها. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة في غزة وسط اتهامات أممية لإسرائيل بعرقلة دخول المساعدات. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في حزب الله بغارة جوية على جنوب لبنان. نهاية هذه الجولة الإخبارية، إذن شكرا لطيب المتابعة، شكرا لك كريم. شكرا إيمان، إلى اللقاء.